فارجع للشباب الوزير. نعم كما نشاهد هذه الصورة يا منير نبيل الكوكي المتواجد بملعب 20 أوت بالعناصر الذي حقق أول لقب في مشواره التدريبي مع شباب بلوزداد وهو المعاقب في هذه المواجهة وهو حاضر الآن من أجل الاحتفال مع اللاعبين بعد هذا الموسم الشاق الذي كان بالنسبة لشباب بلوزداد. الانطلاقة كانت جيدة مع النتائج مع المباريات والي أقول النتائج الإيجابية توالي الانتصارات ولكن النهاية كانت صعبة بعد الخسارة الكأس الجمهورية أخلطت حسابات فريق شباب بلوزداد صراحة. لا نهاية صعبة وصعبة على الأنصار صعبة على